صندوق الاستثمارات العامة يعتزم الاقتراض لاستغلال فرص استثمارية، والقطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أسرع وتيرة نمو منذ 10 أشهر، ومديرة صندوق النقد الدولي تؤكد الالتزام بمساعدة لبنان. أهلا بكم في الأسواق العربية. يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحصول على قرض تتراوح قيمته بين 5 مليارات و7 مليارات دولار في أوائل العام المقبل، واستخدام السيولة لانتهاز الفرص الاستثمارية بعد أن حصل صندوق الاستثمارات العامة على 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء أسهم عالمية. يخطط لضخ نفس المبلغ في الاقتصاد المحلي العام المقبل ومرة أخرى في عام 2022. سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو منذ 10 أشهر في نوفمبر، بدعم من نمو قوي للمبيعات وتحسن مؤشرات الثقة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي الصادر عن IHS ماركت من 51 نقطة في أكتوبر إلى 54.7 في نوفمبر، وهو أعلى معدل سجله المؤشر منذ شهر يناير. كشفت أرامكو السعودية عن حدوث نقص في بعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في جازان بسبب عطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات في المنطقة، وأكدت أرامكو أنها تعمل مع وزارة الطاقة لضمان توفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان بلا انقطاع. قالت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن الحكومة لا تزال بحاجة إلى تطبيق نظام مالي فعال واستراتيجية متكاملة لإعادة تأهيل القطاع المصرفي. وقالت كريستالينا جيورجيفا أن مساعي الصندوق لوضع برنامج شامل لتحقيق الإصلاح لم تقطع شوطا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات.